الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليكم نعمه وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم موفقين في كل أموركم، كما أسأله جل وعلا أن يغفر لوالديكم وأن يصلح ذراريكم وأن يجعل عاقبتكم إلى خير دنيا وآخرة. في درسنا هذا اليوم نبتدئ بكتاب مواقيت الصلاة، أي الأوقات التي حددها الشارع لإقامة الصلاة، لأن الشارع قد جعل للصلوات مواقيتا، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقد قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن هنا لابد أن تؤدى الصلوات في أوقاتها، يجب على الإنسان بذل الأسباب المؤدية لمحافظته على أداء الصلوات في أوقاتها، ولا يجوز تأخير الصلاة عن الوقت المحدد لها شرعا. ولعلنا أن نأخذ عددا من الأحاديث التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، وقد وردت في المختصر في هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب مواقيت الصلاة. عن عروة بن الزبير أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر صلاة العصر يوما وهو بالعراق أمير الكوفة، فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه شهد بدرا، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر بن عبد العزيز لعروة: اعلم ما تحدث يا عروة، أو إن جبريل هو أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس طالعة في حجرتها قبل أن تخرج، لم يظهر الفيء من حجرتها بعد. عروة بن الزبير تابعي، وأبوه الزبير بن العوام أحد العشرة المشهود لهم بالجنة، وأمه أسماء بنت أبي بكر، وخالته عائشة رضوان الله عليهم. والمغيرة بن شعبة الثقفي أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الرجال العقلاء الأذكياء الذين لهم ذكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث تبكير صلاة العصر وأداؤها في أول أوقاتها، وأن هذا هو المشروع في ذلك. وقد اختلف أهل العلم في بداية وقت صلاة العصر، فجماهير أهل العلم على أن صلاة العصر يبتدئ وقتها من صيرورة ظل كل شيء مثله في مثل واحد، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن وقت العصر يبتدئ بصيرورة ظل كل شيء إلى مثليه، ومذهب الجمهور أرجح لعدد من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عائشة الذي ذكره عروة هنا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس طالعة في حجرتها قبل أن تخرج،
فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة العصر فيصليها بعد صيرورة ظل كل شيء مثله. وفي هذا الحديث اعتراض من عمر بن عبد العزيز لعروة حينما حدثه بهذا الحديث عن أبي مسعود، فأبو مسعود يقول بأن جبريل أم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز يقول بأنه إنما أقام والذي صلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن عبد العزيز لم يبين مستنده في هذا، وظاهر هذا أنه إنما قاله بناء على اجتهاد منه، والرواية المسندة مقدمة على الآراء في هذا الباب. ولذا فالصواب ما رواه أبو مسعود الأنصاري. وأبو مسعود عقبة ابن عمرو في هذا الحديث قال شهد بدرا، وهكذا قال طائفة من أهل السيرة إثبات شهادته لغزوة بدر، في هذا فضيلة بدر وأهلها، أنهم كان يحسب لهم حسابهم. وفي الحديث أن الصلوات في اليوم 5 صلوات، فإن جبريل أما النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات، مما يدل على أن الواجب في اليوم والليلة 5 صلوات. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأخذ هذه الصلوات من الوحي مما ينزله الله جل وعلا عليه بواسطة الملك. وفي هذا الحديث مشروعية تقوية الأحاديث بكثرة الأسانيد التي ورد بها الخبر. ولذا لما اعترض عمر على رواية أبي مسعود عقبة بن عمرو، عزز عروة رواية عقبة برواية بشير بن أبي مسعود عن أبيه. وفي الحديث أيضا أن الإنسان قد يترك الواسطة بينه وبين شيخه لثقته بهذه الواسطة، وإذا استفصل منه ذكر الواسطة التي بينه وبين شيخه، كما فعل عروة حينما بين أن الواسطة بينه وبين أبي مسعود هو ابنه بشير. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ قلت أنا أحفظه كما قاله. قال هات، إنك عليه لجريء. قلت سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكثرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ليس هذا أريد، ولكني أريد الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال لا بل يكسر. قال ذلك إذن أجدر أن لا يغلق أبدا إلى يوم القيامة. قال قلت أجل. قال شقيق قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب، فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. أراد المؤلف بإيراد هذا الحديث في هذا الباب بيان أن المحافظة على الصلوات من أسباب تكفير ما يكون من العبد من مخالفة أو سهو أو عدم معرفة للصواب والحق. ولذا بين أن فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة. وفي الحديث فضل هذه الأعمال الصلاة والصوم والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي الحديث
أن من عمل سيئات فعليه أن يعقبها بحسنات، فإن الحسنات تكون من أسباب رفع السيئات السابقة لها. وفي الحديث سؤال الإنسان لمسائل العلم حتى ولو كان عالما ولو كان عنده من العلم ما ليس عند غيره، فإن سؤاله عن مسائل العلم يؤدي إلى البحث في هذه المسائل وإشغال الوقت بالحديث فيها. وفي الحديث من الفوائد ذكر الفتنة وما يكون سبيلا إلى حصولها وإلى درئها. والمراد بالفتن الأمور المدلهمة التي يلتبس فيها الحق بالباطل، وبالتالي الواجب على العبد في هذه الفتن أن يحذر من الولوج فيها حتى يميز حقها من باطلها. وليس المراد بالفتن ما قد يكون من بغي أو من مخالفة، فهذه لا يقال لها فتنة، بل هي أمر بين واضح، وبالتالي فلا يؤخذ فيها بأحكام الفتن. وفي الحديث أيضا فضل حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانة من يحفظ السنة. وفي الحديث تحرز الإنسان في رواية الأحاديث بحيث لا يروي إلا ما ضبطه وعقله وتمكن من نقله بنفس ما سمعه. وفي هذا الحديث أن الإنسان قد يسأل عن شيء فيجاب بما يماثله، وذلك لأنه لا علاقة له بالمسألة التي سأل عنها وأرادها. وفي الحديث ذكر الفتن التي تروج على الناس وتموج كموج البحر بحيث تصبح مدلهمة عامة في الناس. وفي هذا قال ليس عليك منها باس، أي لن تدركها ولن تحصل في زمانك، وذلك لأن حذيفة قد علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الفتن ما جهله كثير من الناس. وفي هذا أن بعض عباد الله يكون سببا من أسباب إغلاق أبواب الفتن. وقوله إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي أنها لن تحصل في زمانك. فقال عمر أيكسر الباب أم يفتح؟ ورد في بعض روايات الحديث أن هذا الباب هو عمر رضي الله عنه، كما ورد أنهم سألوا أو أمروا مسروقا أن يسأل حذيفة عن الباب فقال الباب هو عمر. وفي ذلك فضل عمر رضي الله عنه، وما وقى الله به عمر من فتن تقع في الأمة. وفي الحديث تنبيه إلى أن الفتنة إذا وقعت فإن ارتفاعها صعب، خصوصا إذا كانت تلك الفتن فيما يتعلق بأمر الدماء. ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن يكون مساهما في نشر شيء من الفتن فيكون ذلك سببا في استمرارها وبقائها، وسببا في جراءة الناس على مخالفة الشرع في أحوالهم. ونحن نرى في زمننا الحاضر في عدد من بقاع الأرض كيف تساهل الناس في هذا الباب فجرت عليهم من الويلات الشيء الكثير، سفكت به دماء وأخذت به أموال وانتهكت به أعراض، والسعيد من وعظ بغيره. وقوله هنا حدثته بحديث ليس بالأغاليط، يعني أنني حدثته
بالحديث الذي لا بد أن يقع وثبوته لا شك فيه ولا مرية. وقوله في هذا الحديث فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني أن العبد قد يلتبس عليه الحق في تعامله مع أهله أو مع ولده، وحينئذ قد يأخذ طريقا مخالفا للحق بسبب التباس ذلك عليه. ومن ثم فإن ما يؤديه من الأعمال الصالحة يكون من أسباب تكفير سيئاته في ذلك الباب. أحسن الله إليكم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لمن عمل ذلك من جميع أمتي كلهم. في هذا الحديث تحريم أن يقبل الإنسان المرأة الأجنبية، وأن ذلك من المعاصي والذنوب، وفيه أن من أقدم على معصية فإن الله جل وعلا قد جعل له سبيل التوبة منها. وفي الحديث أن الأعمال الصالحة تكفر ما سبق من الإنسان مما يضادها، فالحسنات يذهبن السيئات كما في هذا الخبر. وظاهر هذا الحديث أن إقامة الصلاة في أوقاتها من أسباب تكفير السيئات، ولذا أمر الله بإقامتها. وقوله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، فيه إشارة إلى الصلوات المفروضة. وفي قوله ذلك ذكرى للذاكرين، فيه أن العبد ينبغي به أن يتفكر في حال نفسه وأن يتأمل فيما صدر منه، ليكون ذلك سببا من أسباب سعيه في تكفير ما كان منه من مخالفة. وفي الحديث أن العبرة في الوقائع بعموم ألفاظ النصوص لا بخصوص أسبابها، فهذه الآية نزلت في هذا الرجل صاحب هذه القصة، لكن لفظها عام، فكان حكمها عاما. ولذا لما سأل الرجل فقال: هل هذا لي خاصة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو لمن عمل ذلك من جميع أمتي. وفي هذا دلالة على أن الحكم يشمل العموم. وهنا أنبه إلى أمر متعلق بهذه القاعدة، ألا وهو أن أسباب النزول على نوعين. النوع الأول أسباب شخصية، مثل هذا الحديث، ومثل حديث آية الظهار، حديث آية كفارة القتل، غيرها من الأحاديث التي كان سبب نزولها شخصية، فهذا بالاتفاق أن حكمها لا يقتصر على الشخص الذي كان سببا لنزولها. النوع الثاني من أنواع أسباب النزول ما كان نوعيا، فهذا جماهير أهل العلم يرون أن العبرة بعموم اللفظ، خلافا لبعض المالكية الذين يرون أن الحكم متعلق بخصوص السبب. ومثال ذلك ما ورد في الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر فلا نجد الماء، فهل نتوضأ بماء البحر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. فهذا الحديث سببه سبب خاص نوعي، لأنهم سألوا حال فقد الماء الحلوي، فأجابهم بجواب عام فقال: هو الطهور ماؤه. فسبب ورود هذا الخبر
خاص نوعي، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وفي هذا دلالة على أن الأصل في الأحكام هو عمومها وشمولها لجميع الأفراد. أحسن الله إليكم. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو استزدته لزادني. في هذا الحديث حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال عن الأعمال الفاضلة من أجل أن يلتزموها ويكثر ثوابهم. في الحديث إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، والله تعالى يحب الأعمال الفاضلة ويحب الأشخاص كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وفي هذا الحديث الترغيب في أداء الأعمال والحث على فعلها. وفي الحديث فضل أداء الصلوات في أوقاتها، وقد ورد في بعض الروايات الصلاة على أول وقتها، وقد ورد ذلك في ابن حبان، وجماهير أهل العلم على تقديم رواية الصحيح، فيشمل ذلك أداء الصلوات في أول الوقت وفي وسطه وأثناءه وقبل نهايته. وفي الحديث أن الصلوات لها أوقات مخصصة، يجب على العبد أن يحافظ على أداء هذه الصلوات في أوقاتها. وفي الحديث فضل بر الوالدين وعظم الأجر المرتب عليه. وفي الحديث أن الصلاة تسمى عملا مع اشتمالها على نيات وعلى أقوال، قد استدل بعضهم بذلك على أن الأقوال تسمى أعمالا وأن النيات تسمى أعمالا باعتبار أنها من أعمال القلوب. في الحديث فضل الجهاد في سبيل الله، وقد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فأخبر بغير ما ذكر هنا، فالظاهر أنه أجاب كل واحد بما يتناسب معه وما يكون متوافقا مع ما يؤديه من الأعمال. وفي هذا تفاوت الناس في رتبهم وفيما يصلح لهم من الأعمال التي يؤدونها. أحسن الله إليكم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله به الخطايا. قوله هنا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، فيه ضرب الأمثلة من أجل تقريب الأحكام الشرعية وتيسير فهم ما يترتب عليها من الأجر والثواب. وفي الحديث أن الصلوات الخمس كفارة لما قد يكون من الإنسان من أعمال في أثناء ذلك. وفي الحديث إثبات وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، مما يدل على عدم وجوب غيرها. وقد قال فقهاء الحنفية بأن صلاة الوتر من الواجبات، فاستدل عليهم الجمهور على عدم وجوب الوتر بهذا الحديث وما يماثله من الأحاديث التي قصرت الوجوب في اليوم والليلة على خمس صلوات. وفي الحديث أن الاستمرار على العمل الصالح يترتب عليه الأجر العظيم والثواب الجزيل. وفي
في الحديث أيضا أن الخطايا لها أسباب في محوها وإزالتها من عند العبد من مثل المحافظة على الصلوات الخمس. أحسن الله إليكم. قال عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة، قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وقال الزهري: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. في هذا الحديث الحرص على العود بالناس ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد النبوة، في هذا إشارة إلى أنه لن يصلح أحوال الناس في آخر زمانهم إلا ما أصلح أحوالهم في أول زمانهم في عهد النبوة. وفي الحديث الحرص على معرفة طريقة الناس من الصحابة في عهد النبوة لتأسي أعمالهم وآثارهم. وفي الحديث فضل الصلاة والأمر بإقامتها، وقوله: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ قد يريد بذلك تأخير الصلوات عن أوقاتها، كما ورد فعل الناس كذلك في ذلك الزمان، وقد يراد بها أنهم أدخلوا أعمالا في أثنائها لم تكن تعمل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث حزن الإنسان على ترك الناس الطريقة النبوية، وبكاء الإنسان على ترك الناس للاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث من الفوائد وجوب المحافظة على الصلوات في أوقاتها. أثابكم الله. قال عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، ولا يبسط ذراعيه كانبساط الكلب، وإذا بزق فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، فإنما يناجي ربه. في الحديث وجوب اعتدال الإنسان في السجود بحيث لا يكون مائلا على أحد شقيه، وإنما يكون معتدلا في أثناء سجوده. وفي الحديث النهي عن وضع الساعد من اليد على الأرض، بل الواجب رفع المرفق وساعد اليد عن الأرض في أثناء السجود. وفي الحديث النهي عن التشبه بالحيوانات في أداء الصلوات وفي مزاولة أركانها. وفي الحديث نهي الإنسان عن أن يبزق بين يديه أو عن يمينه في أثناء صلاته. وفي الحديث التنويه بأن المصلي في أثناء صلاته يناجي رب العزة والجلال أن يحادثه حديث السر بينه وبينه. في هذا بيان عظم فضل الصلاة، عظم مكانتها، وأن العبد يجب عليه أن يراعي فيها أنه يناجي رب العزة والجلال. بارك الله فيكم، وفقكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يوفقنا لإقامة الصلوات في أوقاتها، وأن يجعلنا ممن أحضر ذهنه فيها وأداها على وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نسأله جل وعلا أن يغفر ما كان منا من خطأ وزلل، وأن يتجاوز عن أخطائنا وإسرافنا وغفلتنا، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لوالدينا وأن يصلح أحوال هذه الأمة، بأن يجمع كلمتها على الحق، وأن يوفقها
للتوحيد والسنة كما نسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجعله من أسباب الهدى والتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.